وللمزيد حول تداعيات تمرير العطل وما يرسخه من طائفية، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، تمرير عطلة الغدير يعني ابتدأها، يرى البعض أنه تم ابتداؤها من خلال مقتدى الصدر عندما غير اسم تياره إلى التيار الوطني الشيعي. يعني هل هذا الأمر، عطلة الغدير، ستكون حلقة ربما في سلسلة تتبعها مطالبات أخرى ربما تصل مثلما أريد أن تغيير اسم العراق إلى دولة العراق العلوية، ربما نشهد أيضا مطالبات بضم العراق إلى إيران وإلى آخره؟ تفضل. أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام. معلوم تماما أن إيران تسعى إلى بقاء الورقة الطائفية موجودة من أجل الاستفادة في تمددها، وبالتالي هي بدأت في العراق وتريد توسيعها للمنطقة. ولذلك عندما ألقى العراقيون بجميع مكوناتهم الطائفية ومآلاتها خلف ظهورهم، ها هي إيران الآن تضبط الإيقاعات ما بين تيار مقتدى الصدر وما بين الإطار التنسيقي حول إعادة الطائفية. ولذلك دعا مقتدى الصدر الذي هو أخرج كل نوابه من البرلمان إلى تشريع يوم الغدير عطلة رسمية، وهو حقيقة تشريع طائفي مقيت يراد من خلاله تكفير مكون كبير في العراق وفي الأمة الإسلامية أيضا، وبالتالي يسعى إلى زج العراق في هذا النفق المظلم، وبالتالي يقابله الإطار التنسيقي الذي هو يفترض أن يكون في ظاهر الأمر العدو اللذوذ لمقتدى الصدر، ولا يريد أن ينجح مقتدى الصدر لأنه ينافسه، لكن في المقابل مرر القانون لأن إيران تلعب بالطرفين ليتبادلوا الأدوار. وبالتالي تشريع العطل الدينية على أساس مذهبي ومنها يوم الغدير هو لإثارة النعرات الطائفية في العراق وإعادة هذه الطائفية من جديد. ولذلك دعا مقتدى الصدر يعني أتباعه إلى اقتحام المساجد ورفع آذان ليس موجودا بل حتى لدى الشيعة في مذهب الإمام في مذهب الجعفرية لا يقرون جميعهم بالإضافات الموجودة على الآذان، سواء الطوسي أو الشهيد الأول أو الثاني وغيرهم من هؤلاء جميعا لا يقرون بهذه الإضافات الذي يدعون فيها. أدخلت هذه الإضافات والسرديات الباطلة إلى يوم الغدير، أدخلت في زمن البويهيين وتم حقيقة متابعتها والعمل عليها من قبل الحشاشين الباطنيين والإسماعيليين، وبالتالي هؤلاء يتبنونها الآن في هذا العصر من أجل أن يزج العراق نحو الطائفية تمهيدا حقيقة وتشجيعا إلى تطهير عرقي وطائفي كبير، لأنهم يظنون قد استحكموا على الأمر وبالتالي يريدون تغيير اسمه ويريدون يعني أن تكون هناك مآلات أخرى. فالقضية لا تبدأ بالغدير إنما بالأمور التي تلحق بالغدير من خلال التكفير، من خلال ربما نسج الاعتقالات، بل ربما كل شيء يفعل سيقال أنه حقيقة يعني إهانة لقدسية الغدير وبالتالي يستوجب تدخلا ميليشياويا ضد الناس. لذلك القضية خطرة لن تقف حتى عند حدود العراق بهذا الإطار. ولذلك يدعو مقتدى إلى الحجاج إلى الدخول من باب بني هاشم وغير اسمه، وبالتالي حقيقة هذه كلها إرهاصات على أن الأمر لن يقف عند حدود العراق. الأمر لن يقف من وجهة نظركم عند حدود العراق، يعني هل تعتقد أن الدول المجاورة للعراق على أهبة الاستعداد لأي غزو إيراني وأي تهديد إيراني فعلي للمنطقة، لدولهم، لكراسيهم، لحكوماتهم؟ يعني للأسف الشديد لا زالوا غارقين بأن هؤلاء يمكن شراءهم أي الطبقة السياسية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ضبط الإيقاعات، وأن هذه النار هي تحترق داخل العراق فقط، ولا يعلمون أن بسبب هذه الورقة الطائفية التي إيران أدخلتها في هذا الجسد هي التي منحتها التمدد في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبالتالي تطمح إلى تهديد دول أخرى وما تهديد بعض الدول العربية كالأردن وغيرها بالمخدرات وإدخال الأسلحة، إلا دليل واضح تماما على أن هؤلاء لن يقفوا عند حدود العراق. للأسف الشديد هم يثقون
بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا خطأ جسيم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية واعترف ترامب مؤخرا بأن أمريكا هي من أنهت العراق وسلمته إلى إيران وأصبح تابعا لإيران بشكل كبير تماما. لذلك حقيقة يعني يحتاج إلى بلورة موقف حقيقي، ومن هنا دعا الميثاق الوطني العراقي منظمة المؤتمر الإسلامي أن تأخذ بعين الاعتبار ما يجري من إحراق للعراق بأوراق الطائفية وبتصدير وأمور تكفر المسلمين أو السواد الأكبر من المسلمين، إلى أن يكون لها دور في إخماد هذه الطائفية. نعم العراقيون نعول عليهم بجميع مكوناتهم، لأن في الشيعة عقلاء وهم الأغلبية الكبيرة وقد ضحوا من أجل الطائفية، ينبغي على الجميع أن يقف ضد هؤلاء الطائفيين الطارئين الذين حقيقة لا يستطيعون العيش إلا بالطائفية، لأنها بوابتهم في الوجود والبقاء. لذلك حقيقة العراقيون هنا مدعوين بكل مكوناتهم أن يقفوا بوجه هؤلاء الطائفيين الطارئين، وأن لا يسمحوا لإيران بإحراق العراق، وبالتالي هذا الإحراق سيؤدي إلى تقسيم العراق. النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي هاجم وزارة التربية على خلفية المناهج التي تدرس، وطالب أيضا بتغيير هذه المناهج. البعض وصفوا هذا الأمر بأنه محاولة كبيرة ومشروع لغسل الأدمغة وتحويل العراق إلى دولة فوضى. يعني هذا الأمر ربما يعني هل أمنت يعني قادة الميليشيات أو الميليشيات الموالية لإيران، هل أمنوا عدم وجود أي ردة فعل مجتمعية فاعلة على اعتبار أن هم عندهم القوة والسلاح والدعم الإيراني؟ هل أمنوا نقطة الانطلاق إلى خارج العراق؟ يعني من المؤكد هذه هي تفكيرهم، بأنهم الآن قد استمسكوا بالعراق بقوة السلاح، وبالتالي لا وجود لأي طرف دولي بل الكل تساندهم، وبالتالي هم يفكرون بخارج العراق، فضلا على أنهم يريدون غسل الأدمغة العراقية عبر مناهج التعليم، وقد فعلوا في عدة مناهج فرضها وزير التعليم الذي ينتمي إلى العصائب في نفس يعني ميليشيات علي التركي، الذي يعني معروف بسجله الإجرامي وبأنه يداه ملطخة بدماء العراقيين، ولدينا وثائق يوم أن كان لديه سيارة المشهورة عند العراقيين باسم البطة التي كان يخطف الناس في بغداد ويقتلهم في بحيرة كسرى وعطش في بغداد. هذه كلها معلومات موثقة عن هؤلاء. للأسف الشديد أن هؤلاء يتكلمون الآن بالسياسة، هم من يحكمون العراق ومن يقررون على العراق في تغيير مناهج وغيره. بالتأكيد هم نظرتهم إلى أن العراق يبقى الرافد في تزويد الكوادر البشرية والمالية لمشروع التوسع الإيراني، وبالتالي هم يسعون بكل ما أوتي من قبل هذه القضية. الشعب العراقي غير راضي، وبالتأكيد لديه ردات فعل قادمة، هذا الشيء مؤكد، ولن يسمح لهؤلاء باختطاف العراق على ما يريدون. لكن فيما يقابله أن هناك أطراف سياسية تدعي تمثيل هذه المكونات التي يراد من خلالها إخراجها من العراق وإخراج هويتها عبر تغيير هذه المناهج، يسكتون وحقيقة منشغلين بكراسي زائلة لا قيمة لها، ولا هم أصحاب قرار، لكنهم فيما بينهم تجدهم منشغلين بهذه الملذات والسرقة. إلى أي مدى ترى أن سنة السلطة دكتور عبد القادر كانوا أداة فاعلة في المشروع الإيراني في العراق؟ والله من حيث الواقع الذي نشهده فإنني أعتبر أو نعتبر أن هؤلاء يعني ذراعا مهما في المشروع الإيراني، واستطاعوا أن يعطوا نوع من الشرعية لأمام العالم وأنهم مشاركين وموجودين في السلطة، وبالتالي يعبر من خلال وجودهم جميع القرارات. لأن كما تعلم أن العملية السياسية التي شكلها بول بريمر في نسب سياسية وليست اجتماعية، جعل تلاعبا في أعداد المكونات داخل هذه العملية السياسية، وغلب يعني جهة على جهة أخرى ومكون على مكون أخر لصالح الاتفاقات مع إيران قبل الغزو. لذلك حقيقة لابد أن نميز أيضا، وهي رسالة إلى الجميع، أن المكونات العراقية بما فيها المكون السني والشيعي متساوين في العراق اجتماعيا، وهذا نعرفه من خلال العشائر والامتدادات الموجودة، وبالتالي ينبغي عزل
المكون الاجتماعي عن المكون السياسي. المكون السياسي هي نسب فرضها بور بريمر على السلطة ووضع أرقام لها، وهذه لا تعني الشعب العراقي، لكن هؤلاء حقيقة إلى هذه اللحظة يقولون نرفض، لكن في حقيقة الواقع لم يفعلوا شيئا لهذا الرفض الذي ادعوا أنهم دخلوا العملية السياسية من أجل تقليل الضرر على العراقيين وعلى المكون السني وعدم يعني تغييرا ديموغرافيا وثقافيا يطالهم. لكن للأسف الشديد هؤلاء ينفذون المشاريع الإيرانية وينسحبون تارة من الجلسة حتى يقولون لسنا حضورا في تصويت على أعياد دينية، وهذا وهم، لأنهم يعلمون تماما أن القانون سيمرر. لو كانوا صادقين لرأيناهم يقيمون دعاوى قضائية في المحاكم لإبطال هذه القوانين والعطل الطائفية المذهبية التي يمقتها القانون العراقي ويرفضها جملة وتفصيلا، لكنهم غير صادقين ولم يفعلوا ذلك، وبالتالي هذا يؤكد على أنهم أداة فاعلة لتمرير المشروع الإيراني، مع أنهم كومباركس، أي يعني مجرد حالة تكميلية في العملية السياسية لا قيمة لها، لكنهم يريدون من خلال تواجد هؤلاء الشرعية القانونية المزيفة على القرارات الصادرة في العراق. البعض من المحللين يرون أن ما يجري الآن من محاولات لتغيير اسم العراق إلى دولة العراق العلوية ما هي إلا يعني مرحلة ابتدائية لعسكرة المجتمع على غرار ما حصل عام 2014 أو 2013 قبل دخول داعش للعراق. هل ربما نشهد هذه الصفحة التي كان يحكم فيها المالكي والتي شهدت يعني أنهر من الدماء سالت من شباب العراق، هل ممكن أن نشهد يعني مبررات أو حجج على غرار داعش لاستهداف العراقيين على أساس طائفي؟ أولا من خلال هذه الدعوات معلوم تماما أنها مشروع حقيقي موجود. يعني أنا أؤكد على أن تغيير اسم العراق إلى العلوية وإلى غيرها هي مشروع موجود، يعني ربما هم يقولون تأخرنا في إقراره، وهذا مشروع إيراني واضح تماما. وإذا ما رجعنا إلى التاريخ نجد أنهم استطاعوا عبر الفرق الضالة التي حقيقة حتى يعني لا تمتد إلى المذهب الجعفري، من الفرق المتطرفة والمغالين والذين يسعون إلى إراقة الدماء، سواء من الحشاشين إلى الباطنيين إلى الإسماعيليين إلى الصفويين، ونفسه المنهج الصفوي الذي حقيقة أسسه وأرسى قواعده إسماعيل الصفوي، هؤلاء يسيرون بهذا الإطار. فلذلك هم الآن لا يحتاج لديهم أي مبرر لإيجاد داعش أو غيرها، هم يريدون الآن إلى عسكرة المجتمع عبر تجنيد هؤلاء، لأن الدولة والسلطة والمال بأيديهم، وبالتالي يريدون أن تكبر ميليشياتهم المسلحة، ويريدون تنفيذ هذه الصفحة القادمة عبر القتل وإراقة الدماء من خلال عسكرة المجتمع ومن خلال الحكم بالعسكرة، وبالتالي فرض سطوتهم. ولذلك تراهم ينتشرون في محافظات الموصل، في صلاح الدين، في الأنبار، رأيتهم يحاولون على اقتحام أربيل، هذه كلها حقيقة من صفحات تحضيرية للوصول لهذا المشهد، وبالتالي هم يسعون جاهدين بهذا الأمر للوصول إلى مبتغاهم. لكن ما يقابله أن الأطراف الأخرى تنظر على أنها لا زالت في بداية السياسة، أنها تنظر كيف يتمدد هؤلاء دون أن تحرك، ويرافقوا بالتأكيد صمت أممي، وقد رأينا يعني إحاطات بلاس خارت وعملية إنهاء البعثة الدولية، كلها حقيقة لتصفى الساحة لصالح إيران في تنفيذ هذه المشاريع الخطرة. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت ضيفنا عبر سكايب.